اتفضل حضرتك. دلوقتي اللي بيشوف الاحوال بتاعت المسلمين يشعر بالحزن، وفي ناس بتقول ان القيامه قربت وعلامات الساعه ابتدت، وفي نوع من انواع الاكتئاب، فاحنا عايزين نبشرهم بايه يا مولانا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هناك حقائق تغيب على الناس، فتجد أنه قد دخل في المشكلة وأنه استهلك نفسه فيها، وهذه الحقائق حقائق واضحة بينة متفق عليها، إلا أنها تنسى، وفي خلال نسيانها يشعر الإنسان بحزن زائد، ويشعر الإنسان بهم زائد على الحالة التي وضع فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت والساعة كهاتين، ويشير بإصبعه صلى الله عليه وسلم السبابة والوسطى، يعني حاجة قريبة جدا. وربنا سبحانه وتعالى يقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. يعني إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين والمرسلين، القرآن وهو الكلمة الأخيرة والعهد الأخير من الله للناس أجمعين إلى يوم الدين، يؤذن بقرب الساعة. ولكن 1400 سنة والساعة لم تقم بعد. صحيح. فالقضية أنه قرب نسبي، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. نعم. إذن الإنسان لا يتخيل نفسه أن الدنيا سوف تهدم، وأنه يجب عليه أن يدخل في دور إحباط، وفي دور اكتئاب، وفي دور انتهاء، كمن ليس واثقا بالله سبحانه وتعالى، وعلم أن أجله سوف قد دنا، وأنه سوف يأتي حالا. مثلا المؤمن يحب لقاء الله ويستبشر بلقاء الله سبحانه وتعالى. حقيقة بسيطة جدا، وهو أن الساعة قد قربت. الساعة قد قربت مش معناها أن غدا ستكون الساعة، إنما علامات الساعة أولها كما يقول العلماء بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. الحقيقة الثانية أن هذه أمة جهاد، الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر. ما الذي حدث؟ وكلها حقائق، وكلها يعلمها المسلمون. عندما أرسل الله نبيه إلى مكة وإلى مشركيها، لم يصدقه المشركون وكذبوه وحاربوه وضيقوا عليه الأمر كله، وهم يضعون عنده أماناتهم وودائعهم، بيأتمنوه مع ذلك بيكذبوا في الوحي، ويسمونه الصادق الأمين. صحيح. ويقول لهم: أنا النذير العريان، لو أنني أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيش، أن وراء هذا الجبل جيشا يغزوكم، أتصدقوني؟ قالوا: نعم، نعم، لم نجرب عليك كذبا. وبالرغم من ذلك العناد والمصالح والدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، تغشي أعينهم وقلوبهم، ويحاربون النبي صلى الله عليه وسلم. صحبته يعذبون. كلنا نعرف ما الذي حدث في سمية أم عمار، وفي عمار، وفي أبيه، وفي بلال، وفي كذا وكذا. كلنا نعلم ما الذي حدث، فجعل الصحابة يتركون مكة إلى الحبشة في هجرتين، ويتركون مكة إلى المدينة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاجر أيضا إلى المدينة. إذن فهذه أمة يعتدى عليها منذ النشأة، يعتدى عليها منذ النشأة. هذه حقيقة تغيب عن كثير من الناس، ويظن الناس أن البلاء الذي نعيشه في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان، وأن البلاء الذي نعيشه هنا وهناك، أنه جديد. ليس جديد، ده من البداية وبصورة مستمرة. ودي حقائق، لأنها تاريخ، لأنها وقائع، يعني ليست رأيا ولا خيالا ولا توقعا ولا مستقبلا ينتظر،
أبدا، دي حقائق حقائق نعيش تاريخية. فيها وعشنا فيها، وهي أخبار.